متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه غادي نناقشوا الاستراتيجيات اللي تدير الغرفه الصناعه التقليديه على مستوى جهه الدار البيضاء ستات من اجل تطوير الصناعه التقليديه على مستوى الدار البيضاء. وشنو هو يعني الامال والطموح تاع الصناع التقليديين من هذه الغرفه الصناعيه، خاصه الان دازت واحد السنه وازيد على انتخاب المكتب الجديد لهذه الغرفه الصناعه التقليديه، وكيفاش تخرج هذه الغرفه الصناعه التقليديه من الطابع الاستشاري الى الطابع التقريري. من اجل مناقشه هذه المحاورة دي نستضيف السي عبد المجيد بوحافة، الكاتب المساعد لغرفة الصناعات التقليدية بجهة الدار البيضاء. السي عبد المجيد مرحبا بك. الله يبارك فيك، كنشكركم على هذه الدعوة هذا اللقاء. السي عبد المجيد، الآن تقريبا دازت واحد السنة وأزيد على انتخابات على غرفة الصناعات التقليدية، مجموعة من الصناع التقليديين تيقولوا الآثار تاع الانتخابات ما شفناش على مستوى لا استراتيجية لا تطوير الصناعة التقليدية على مستوى أكبر من أجهزة في مدينة الدار البيضاء، شنو الرد ديالك؟ نقدر نقول لك أن منذ تولي هذا المكتب الجديد أو الجمعية العامة ديال غرفة الصناعة التقليدية، أن كانت اجتماعات كثيرة ديال المكتب أو الجمعية العامة اللي من خلالها كان واحد الركود لسنوات عديدة، أن من جينا كان مشاكل قديمة في المكاتب السابقة وكانت الغرفة شبه منعدمة، ما تقدر شبه متواجدة شبه متوقفة متوقفة. من هذيك من خلال هذوك الاجتماعات الغرفة ديال الصناعة التقليدية حوالي 6 ديال المعارض اللي تنظموا، واحد راه هو دابا كاين في الدار البيضاء، هو المعرض الجهوي اللي الحمولة ديالو 127 عارض من جل أنحاء ديال الجهة تقريبا وخارج الجهة. للتذكير أن غرفة الصناعة التقليدية منذ التولي كانت عندها جوج المحاور، المحور الأول هو السجل الوطني للصناعة التقليدية، والمحور الثاني هو المعارض، باعتبار أن الغرفة هي هيئة استشارية ماشي هيئة تنفيذية أو ذكرت على الاستشارية. انتم داخل الغرفة تنتميوا إلى حزب التجمع الوطني الأحرار، حزب التجمع الوطني الأحرار هو الذي يقود الحكومة، ما فكرتوش أنكم تطلبوا بأن الغرف على مستوى الصناعة التقليدية على مستوى الوطني من غير ماشي على مجال الدار البيضاء تكون عندها صفة تقريرية ماشي صفة استشارية، لأن الناس يقول لك أن الغرفة راه طابع استشاري ماشي طابع تقريري. كما قلت لك أن يعني أنتم الآن دابا الحزب ديالكم اللي شاد السلطة في البلاد. اللي قلت لك دابا أن الغرفة خدمت على جوج المحاور الأساسيين، هو التغطية الصحية والمعارض، بحكم أن ذاك الصانع التقليدي خاصو حتى هو ينتج يبيع المنتوجات ديالو باش يقدر يواكب هادشي اللي كاين. ثالث حاجة أن الغرفة ديال الصناعة التقليدية كانت دارت شحال من لقاء، ومن خلاله أن عرض واحد اللقاء ديال مناقشة القانون الأساسي للغرف اللي تعرض على الجامعات الغرب باش يتعرض على الوزارة، وإن شاء الله حنا راه مواكبين هذاك المشروع باش أنه يتغير شوية الرؤيه لهذه الغرفه ديال الصناعه التقليديه وتعطاها القيمه التنفيذيه اكثر من القيمه الاستشاريه. هضرتي على المعارض بان فرصه للترويج تاع الصناعه تاع الصناع التقليديين، ما تشوفش بان خاصني نعم المعارض مهمه، ولكن تكون واحد السياسه تاع 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 الحكومه باش تشجع الصناعه التقليديه، يعني جميع المنتوجات الصناعه التقليديه تولي تستغل محليا، ما نبقاش نستوردوا الصناعه التقليديه تاع دول اخرى، مثلا انا غندير لوطيل مثلا الزرابي اللواحات كلها تكون تاع المغرب ماشي تكون تاع الدول الاخرى. دابا الاشكال اللي كنتخبطوا فيه في هذه المعارض هو ان الصناعه التقليديه ديالنا تبارك الله كاين منتوجات اللي المواد الاوليه ديالها يمكن كتجي من برا، ولكن الصناعه على مستوى المغرب ومنين كيشدها الصانع التقليدي وكيولي زربيه كيقول فيها 7000 درهم ولو انها هي احسن من هذيك ديال برا. كتجي زربيه تركيه ب 1000 درهم 1500 درهم يمكن كنشوفوهم ب 649 درهم. الثقافه ديال المغربي كيشوف الرخاء ما كيشوفش ان يقدر يشري زربيه، يعني ما خصناش نبقاو نشوفوا القضيه ترخى، خصنا الا بغينا نشجعوا الصناعه التقليديه خصنا نمشوا الناس ان شاء الله يكونوا حملات تحسيسيه في الاعلام. كانت واحد الحمله تحسيسيه دات في القنوات العموميه هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين اللي كتشرف على دار الصانع وقيله من اجل تشجيع الصناعه التقليديه، ولكن تشوف هذه الحملات كافيه في انا كيبان لي ان مواكبه لهذه الحملات خاص حتى الحكومه ان شاء الله انها تحاول هذه المواد الاوليه تقدر تدعمها باش يمكن هذيك الزربيه الا خدمها هذا السيد هذا الصانع التقليدي ما يبيعهاش ب 7000 درهم، الا كان خايد واحد الدعم في المواد الاوليه يبيعها ب 1500، وتا الا جيت انا باغي ناخذها ب 1000 تركيه نقدر ناخذها مغربيه ب 1500. اما انا دايره 649 وغناخذها ب 7000 درهم ما يمكنش ان ينجح هذا الشيء. هو الصناع التقليدي على مستوى الجهه واستفدوا من الدعم يعني من بعد هذيك الازمه تاع كورونا، كاين شي تشجيع كاين شي حاجه؟ يمكن انتم كغرفه واش قدمتوا شي حاجه في هذا الاطار ولا؟ حنا ملي كانت وقت كوفيد يمكن اول يلا دخل المجلس ديال الغرفه، ما كان هذيك الساعه الدعم ذا كيتعطى لجل المغاربه، وكان الضمان الاجتماعي اللي غادي يعطيو بحال اللي عطاو للسياحه كان باقي ما بداش،
يعني دابا يمكن هاد الازمات الجايه الدعم اللي غيقدر ياخذو الصانع التقليدي عن طريق السي ان اس اس هو اللي كان كياخذو الناس الاخرين. اللي نقدر نذكر لك ان ملي بدينا ان كانوا بعدا ثلاثه المعارض المحليه، واحد في المحمديه وواحد في الجديده وواحد في الوالديه، اللي خدموا فيه الصناع، وكانت جرائد ومواقع الكترونيه او صحافه كانت دارت انترفيو مع هذوك الناس وشكروا هذوك المعارض. وحاليا كاين معرض جهوي اللي كان دار في برشيد رضي الله أغلق الأبواب ديالو، حتى الناس كيشكروه. ودابا كاين معرض جهوي كبير اللي في الدار البيضاء كاين في حي العنق. وكيفاش طريقة الاختيار تاع الناس في الصناعة التقليدية لهاد المعارض هادو؟ واش تكون شي معايير ولا غير اللي بغى يعرض الصناعة ديالو يجي؟ أول حاجة أن المعايير القانونية أن خصو يكون مسجل في السجل الوطني، يعني باش كتعرفوا أنه حرفي. ثاني معيار أن هذاك السيد يكون عنده منتوج يليق بالصناعة التقليدية، حيت كنعرفوا أن كاينين اللي كيجيو فوق هاد ماشي صانع تقليدي وكيمشي يشري من ضرب عمر ويجي يحط لك في المعرض. هاد الناس هاد العام ملي تولى هاد المكتب ما كاينينش هاد الناس في المعارض. اللي نقدر نقول ان غرفه الصناعه التقليديه كانت دارت تبسيط المساطر، يمكن اول مره او ثاني مره واقيلا، لان المعرض بشكل مجاني لدرجه ان الناس اللي جايين من الجهه مثلا من الجديده ولا سميتو الغرفه كتخلص عليهم حتى المبيت ديالهم باش ما يبقاش باش تشجعهم على ان ينتج المنتوج ديالو. والحمد لله راه خمسه المعارض او سته المعارض ما بين في عام واحد راه يمكن الغرفه راه خدامه. استغلوا الوجود ديالكم، نهضروا شويه على داك السجل الوطني اللي مازال يثير ضجه على مستوى الصناع التقليديين. نتوما كغرفه الصناعه التقليديه بين الجهات اللي تتشرف على هذه العمليه تاع التسجيل، يعني هذه الازمه اللي دابا كاينه مجموعه من الصناع ولا مجموعه من المواطنين تيقول لك حنا لا علاقه لنا بالصناعه التقليديه، لقينا راسنا منخرطين في هذا السجل الوطني، بالنسبه لك انت كيفاش ما هو الحل باش نلقاو الحل كما في اقرب وقت؟ كما نذكر كما قال الاخ السي عبد الكبير العمراوي كاتب المجلس في الحلقه السابقه على السجل الوطني شنو هما المشاكل وشنو هما الحيتيات اللي واصلين لهم، اللي كنقدر نقول ان المشكل ببساطه هو ان الناس تلقوا واحد الميساج ديال انكم مسجلون في راميد. وهاد الناس كاين اللي يمكن صانع تقليدي ولاباس عليه بزاف وعنده راميد، وجا هذاك الميساج كما كي غتقدر يقنع راسو ان كيجيه ميساج انه غيدخل غراتوي، هو كيخلص 140 في الغرفه ضروري غادي يجي يدير حمله شرسه على الغرفه باش يحاول ينسحب ويمشي. يمكن انا كنقدر نقول كاينين اشكالات على مستوى السي ان اس اس، وكنت درتها في واحد البرنامج، ان بعض الناس نعطيك مثال ديال واحد الحاله كان فيه مرض القلب وكان غيخرج تقاعد في شهر 10 هو حرفي كيدير طوري، وجا عدي قال لي انا راه فيا مرض القلب وانا كنخلص الدواء بزاف، واش هاد البرنامج ديال سيدنا واش كتنفذوه؟ سجلته على اساس انه غيتسجل هذيك البيريود على ما خرج تقاعد. ملي مشيت للسينيسيس نسول، لان ما خصنيش نطيح انا والسيد في مشاكل، مشيت للسينيسيس كنسول واش هاد السيد لا خرج تقاعد غيتحيد هاد؟ قال لي مرحبا، ان هاد السيد لا دخل ودار هاد السينيسيس غيكمل ملي كيوصل 60 عام ويخرج تقاعد كيتحيد كلشي. حاليا كيقول لك لا خصك تجيب ليه تشطيب. اذا شكون فيه الاشكال؟ ماشي غرفه او مديريه، الاشكال فين؟ في الضمان الاجتماعي. بلوس ان يمكن في الجريده الرسميه، وهذه رسميه كنت قريتها في الجريده الرسميه، كيقولوا ان المواطن ملي كيتسجل في السجل الوطني خاصو يسيني الكونترا ديال السي ان اس اس عاد باش كيولي عنده السي ان اس اس. دابا كنلقاو انه دخل مباشره السي ان اس اس ولا عنده الاشكال. هنا الحل ديال هذا الشيء راه بالنسبه لك خاص يكون فرق ما بين السجل الوطني وما بين صندوق الضمان الاجتماعي، هو اللي كان عندنا حنا في الفكره اللي كانت جات بها المخطط ديال السجل الوطني. السجل الوطني جا باش نعرفوا شكون الصناع التقليديين اللي كاينين في الغرفه ديال الصناعه التقليديه. بدينا هذه المرحله وصلنا لواحد العدد مهم، يمكن كغرفه راه كنمشيو للصناع بمحلات وما كنمشيوش للديور. كانوا شركاء يمكن جمعيات كيجيو باغيين يعاونوا، اش كيقولوا الناس الله اعلم. ولكن هذاك السيد ملي كيمشي للسي ان اس اس نورمال مولا كانت مع راجلها او هو عنده سي ان اس اس اخرى، خاص السي ان اس اس من يطلع هذاك الرقم يعرفوا ان هذاك السيد راه مسجل. علما ان هذيك البوابه ديال الارينا راه كتقول بانه واش عنده سي ان اس اس ولا ما عندوش. لا يعقل انا ملي كنسجل واحد المعني بالامر وكنقول راه عنده سي ان اس اس خاص به وكتعاود تعطيه رقم اخر، اذا الاشكال فين كاين؟ هو في السي ان اس اس. وتطرقنا ان شاء الله على مستوى الهيئات البرلمانيين ديالنا وسميتو انهم خاصهم يديروا سؤال شفوي للسيد المدير العام للسي ان اس اس باش يتحلوا هذه المشاكل اللي كيتخبطوا فيهم هاد الناس. سي عبد المجيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتابعي قناه الفاسبرس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.